شارك معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية في الاجتماع الوزاري العربي الأوروبي الخامس الذي عقد اليوم في مدينة بروكسل بمملكة بلجيكا بحضور وزراء خارجية الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية ووزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي. وقد أكد معالي وزير الخارجية على أهمية تعزيز التعاون والشراكة بين دول جامعة الدول العربية ودول الاتحاد الأوروبي على المستويات كافة من أجل القضاء على مختلف التحديات وتوفير بيئة أكثر أمنا وتحقيق المزيد من التنمية والتقدم والرخاء للشعوب. هذا وتطرق الاجتماع إلى العديد من القضايا وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، كما تمت مناقشة الأزمة السورية والأوضاع في الجمهورية اليمنية وليبيا ومسألة الهجرة وبحث أهمية تنمية التعاون بين الجانبين من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في العالم وحل النزاعات الدولية. ويأتي هذا الاجتماع في إطار التحضير للقمة العربية الأوروبية المزمع عقدها في جمهورية مصر العربية في الفترة من 24 وحتى 25 من شهر فبراير الجاري.